السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي الصوماليين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوماليدا ولا ليال ميلا شوكتان بغو سلام انتهين. نبشركم أن الإمام المهدي والمسيح المنتظر قد جاء. وحان نكون مشارينا إن مهدي لسوقي ويمي. حال الأمة لا يخفى عليكم، حال الصومال لا يخفى عليكم. حالة ما أنت أي قسم أنت هاي أمدة إسلام أي قسم سكنت هاي وأكتهين. الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من هذا الوقت وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. رسولك عليه الصلاة والسلام وحى إنه قد جاي إن الإسلام كبلا مي يران كبلا مي إنه كن قنطونا حالة دام كرانسا غريب كأو كن قنطونا. وقال يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رسول عليه الصلاة والسلام وحيوري إسلامك وحكاهرتونا مقعبوه كتابك وحكاهرتونا قرآن بكاهرتونا مساجدد ويبوحدونا لكن هنوم ميلانتونا وقتك علماء وقتك سوحة ونقنطونا علماء وشركة بطن في النظر يقع إيكا إمنطونتا يقع يعني كنقنطونتا. فها هو الفقر منتشر في العالم الإسلامي. باهي يليد نمو يا خب بطن عالم الإسلام كأي. ولا يوجد أمن في العالم الإسلامي. وح من قرآن إنسان قيموه مركا أيرندونا مجرم بود. والأمن هو دليل على المجتمع الإسلامي. الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مركا وحر أركي صار الوقت هاي وقت الرسول عليه الصلاة والسلام والله شيء جاي وعن وقت أولى هاي أوليها كوا مركا آمنة كوا سوي كوا مركا الله بالبادية. الله سبحانه وتعالى يقول يصف جماعة المؤمنين، يصف المجتمع المسلم المؤمن، يقول سيجعل لهم الرحمن ودا. فالمودة والمحبة والألفة هي من سمات جماعة المؤمنين وسمات المجتمع المسلم الحقيقي. مركا ولا تنمر الشعائل كأيو محبة وحي محوها مركا لجرت وحوية وشماعات مركا محوها آمنت مركا مهدي آمنت. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. واسد أول هاي الشيء وحوية قلوب توحى مدية استعليسية سوك هنا وحوية إلهي ويرسوك عليه الصلاة والسلام وعلى إلهي وكوري هذه وحا أدون كتشرور لن أكو إنفاقته أما أكو خرش كريسو وحوية قلوبته من مدين كريسي لكن إلهي بعمدية قلوبته. لهذا أرسل الله سبحانه وتعالى حضرة ميرزا غلام أحمد إماما مهديا وحكما عدلا ليقيم الشريعة ويحيي الأمة من جديد، وهو الخادم الصادق لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مركا وحا أو إلهي صادر أو إنو صادر ميرزا غلام أحمد عليه السلام أو مهدي أي سجيني أو مسيح موعود كأي سجيني سو مدة أنو ليه وحنوي وخادموي وحأو أذيك يا رسول كريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليكم أن تدعوا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، ادعوني أستجب لكم، ادعوا الله سبحانه وتعالى لتعرفوا حقيقة هذا الإمام المهدي حضرة ميرزا غلام أحمد وتعرفوا حقيقة الجماعة الإسلامية الأحمدية. وحمرك أنا كبرنينا إلهي بريدان وإلهي وحوري مقرن إنسان قفك أنا إبري وان كأقبلا سمرك أقول هاي إنه كهنونيو ودين فهنسيو شماعة أحمدية إلى تهاي شماعة حقة وحق كل سن وكل سن مقرن إنسان وها بشارين كرسول كنا عليه الصلاة والسلام ونقول بشاريه الإمام مهدي وآخر سمنك وإمام طول. ونحن بانتظار أي سؤال لنجيبكم بكل محبة وبكل احترام. حدي وح سؤال عقبتنا ديار بان ومهاي إن أنا حتى على كدرو على وجهك جوابنا. جزاكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.